الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الستة أيام القادمة من غد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل. الأرصاد طالبت المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وتوقعت الأرصاد لطقس الجمعة أن يسوده شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً من الرابعة إلى التاسعة صباحاً تقريباً، مع نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية على فترات متقطعة. السبت أيضا يشهد تواجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا، ومن الأحد حتى الثلاثاء توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا تبدأ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتمتد حتى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.